آمنت بالله ربا لا شريك له، وذاك منهجي الأسمى ومعتنقي، والكون صنعة ربي جل خالقه، من غير ما فكرة أو غير ما نسقي، والكون صنعة ربي جل خالقه، من غير ما فكرة أو غير ما نسقي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي نزل القرآن الكريم على قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليخرج أمته من الظلمات إلى النور، وليكون هذا القرآن بشيرا ونذيرا للناس أجمعين، وليكون هو عصمتنا وبه نجاتنا وسعادتنا في الدنيا والآخرة إذا فهمنا معناه وسرنا على خطاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. أعزائي مشاهدي قناة الموصلية الفضائية، نحييكم بأجمل تحية ونقدم لكم الحلقة 18 من برنامج تراتيل وتفاسير. باسمكم أعزائي المشاهدين نرحب بأجمل ترحيب بالشيخ الفاضل الأستاذ الدكتور فهد طلال الخالدي. مرحبا. نحييكم مرحبا يا دكتور، ونشكر قبول الدعوة إن شاء الله، الله يكرمكم، وتكون هذه الحلقة مميزة للسادة المشاهدين والمهتمين. الله يحفظكم يا شيخ الحبيب. وأيضا أعزائي المشاهدين، الشكر موصول لصاحب الصوت الجميل الشيخ القاري فارس الساري. نشكركم على الحضور يا شيخ. شكرا جزيلا. الله يحفظكم ويخليكم ان شاء الله. شيخنا بعد اذنكم نسمع اخونا الشيخ فارس الساري الايات المباركات الطيبات، ثم نعاود الى جنابكم لتفسير القران يعلو ولا يعلى عليه ان شاء الله، وتوجيه هذه الايات. تفضل يا شيخ فارس. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا.
ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا صدق الله العظيم ما شاء الله ما شاء الله بارك الله بك على هذه التلاوة الطيبة يا شيخ فارس الله يبارك فيك هذا ختامها شارقا ماهوري طيب ما شاء الله شيخ هاي آيات المباركات من سورة الإسراء الكلام لكم يا شيخ تفضل الله يحفظكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ذي الجلال والجمال والكمال والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الرجال وبطل الأبطال ومثل الأمثال سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم من تهون بذكره غاية الأثقال وترخص لرؤيته الأرواح والأموال النور الدائم ما تعاقبت الأجيال اللهم صل عليه وعلى الآل وكذا الأصحاب وعلينا معهم برحمتك يا كبير يا متعال مرحبا بالدكتور عبد الملك الشرف العظيم لنا الجلوس الى هذه القامات الكريمة الجلوس الى الدكتور عبد الملك الذي استعمله الله استعمالا جميلا هيأ له هذه القناة الطيبة ذات الصدر الرحب المنفتحة على جميع الطبقات قناة الموصلية الفضائية المباركة إذ استطاع من خلالها أن يعرف العالم كل العالم بقراء الموصل بأهل القرآن في الموصل بقرائها بعلمائها بمشايخها بمقرئيها وهذا فضل ينسب إليك أسأل الله عز وجل أن يكتبه في ميزان حسناتكم يوم الدين اللهم آمين القرآن الكريم مملوء بالصور البلاغية والتعبيرات والرمزيات الجمالية والكلمة القرآنية جديرة بالتوقف أمامها نصيا لنكون على دراية أكثر عمقا بهذا النص الإلهي البليغ معجزة الله الكلامية وهي القرآن الكريم جاء بها رسوله الأكرم صلى الله عليه وسلم ليري الناس الهدى والفرقان وليخرجهم كما تفضلتم من الظلمات إلى النور فجاء بجلال كلمته وجمال عبارته وعظيم بلاغته القرآن الكريم الذي حين وصفه حضرة النبي صلى الله عليه وسلم توقفت بعده الألسنة وعجل وانكسرت بعده الأقلام ما ذكره حضرة نبينا صلى الله عليه وسلم في القرآن في وصف الكتاب العزيز لا يستطيع البلغاء مهما اجتمعوا ومهما قدموا أن يصفوا معشار ما وصف به رسولنا قرآن الله عز وجل صلى الله عليه وسلم في رواية الإمام الترمذي رحمه الله قال عليه الصلاة والسلام كتاب الله هو المخرج فيه نبأ ما قبلكم وحكم ما بينكم وخبر ما بعدكم وهو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى العزة بغيره أذله الله وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو السور المتين وهو الذي لا تزيغ به الأهواء
ولا تلتبس به الألسنة، ولا يشبع منه العلماء، ولا تنقضي عجائبه، ولا يخلق على كثرة الرد. وهو الذي إذ سمعته الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، ومن عمل به أجر. هذا هو كتاب الله، وصفه حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، ووصفه وصفا ثانيا صلى الله عليه وسلم فقال إن هذا القرآن سبب، سبب يعني حبل، إن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فإن تمسكتم به فلن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. التركيز حول قوله صلى الله عليه وسلم لن تضلوا واضحة، لأن الله عز وجل أرسل القرآن لإخراج الناس من الظلمات إلى النور كما تفضلتم، لكن الكلام هنا عن ولن تهلكوا بعده أبدا، لن يهلك أهل القرآن أبدا. في قلب القرآن، في قلوب أهل القرآن جناتهم، مهما تغيرت عليهم الدنيا، مهما تعب الجسد، مهما دارت بهم الأيام، تبقى جنتهم في صدورهم، فلن يهلكوا أبدا. ولعل فيه إشارة بعيدة إلى أن أهل القبور في تمام أجسادهم تحت التراب، فالله لا يهلكهم. أهل القرآن الذين تمسكوا به وعاشوا معه آناء الليل وأطراف النهار لن يتركهم ربهم سبحانه وتعالى. القرآن الكريم، الله عز وجل من على العباد بأنه أذن أن يسمعوا كلامه، قال تعالى أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، يعني كأنك تقول، كأن الله يقول لهم ألم لا يكفيكم أيها العباد شرفا وفخرا ومنة أني أذنت أن يتلى عليكم القرآن، أولم يكفهم. مثل ما واحد يقول له الابن، يقول له بالله المثل عليه، يقول أنا مو خليت لك كذا وخليت لك كذا وكذا، ما يكفيك. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لذكرى لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. ولهذا كل مؤمن يسمع هذه الآية يستشعر المعنى هذا اللي ذكرناه. ولهذا وجدت الآن على محياكم على أثر هذه الآية، الله قال أولم يكفهم أن أنزلنا عليك القرآن يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. فالمؤمنون سبحان الله تحصل في قلوبهم رحمة ويستشعرون معنى الذكرى له سبحانه وتعالى. القرآن الكريم، في رواية الإمام بن حبان رواية جميلة وعجيبة، أو سيد بن حضير الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه، اسمه كنيته أبو عتيك، أبو عتيك وسيد بن حضير رضي الله عنه وأرضاه وعن سائر الصحب الكرام، قرأ، كان يقرأ ذات يوم، يقول كنت أقرأ في الخيمة ليلا، يقول فهاجت الفرس فسكت فسكنت، ثم قرأت فهاجت فسكت فسكنت، ثم قرأت وخرجت من الخيمة، قال فرأيت مثل المصباح مدلل من السماء إلى الأرض، أنوار نازلة طالعة، فقلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام امضي أبا عتيك، يعني قرأ بعد، امضي، قال فمضيت، فقال امضي أبا عتيك، فمضيت، قال امضي أبا عتيك، يعني كمل استمر، فمضيت فما استطعت أن أمضي، فقلت يا رسول الله لا أستطيع أن أمضي، عاد ما أكمل، فقال لي صلى الله عليه وسلم يا أبا عتيك أما إنك لو مضيت لرأيت العجائب. كلمة العجائب وردت بهذا الحديث رواية الإمام ابن حبان رحمهم الله جميعا، قال لو مضيت لرأيت العجائب. لذلك أهل القرآن الخطوة الأولى صعبة، الخطوة الثانية شوية أخفف، ثم تسهل، ثم تسري في عروقهم محبة القرآن الكريم. فلذلك لا تستغربون أيها المشاهدون حين ترون عالما شيخا كبيرا يجلس على الأرض في المسجد يدرس القرآن الكريم ساعات وساعات لوجهه الكريم، لأنه يذوق حلاوة لو أعطيتموه الدنيا كلها بما فيها من ذهب لاختار القرآن على ذلك. لهذا ورد عن أحد الصحابة الكرام كان على ربوة يحرس، ففي الليل فقال خلي أصلي ركعتين، وبينما هو يصلي جاءه سهم في عضده فظل يقرأ، جال سهم يعني المفروض ينزل، فظل يقرأ حتى سقط، صاحبه تحت ما يسمع بلين عتمية ما شاف الوضع، فشافوا وقع والسهم داخل بإيده، فرفع أمره إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، شاب، فقال صلى الله عليه وسلم شافوا جارحوا وداووه، قال ليش ظليت تقرأ؟ قال يا رسول الله كنت أقرأ سورة
لو لم يأذن الله لي بإكمالها إلا بخروج روحي لأثرت إكمالها على خروج روحي. قال: ما كنت تقرأ؟ قال: كنت أقرأ سورة الكهف يا رسول الله. استشعار دخول بعالم القرآن الكريم ينسيهم الدنيا وما فيها، هذا هو المعنى العظيم في القرآن الكريم. القرآن الكريم فيه أسرار وعجائب، وذكرنا من حديثه صلى الله عليه وسلم: لا تنقضي عجائبه، لعل الله أن يوسع لنا في الوقت والعمر أن نتكلم عن ذلك بعد قليل إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. شيخ ما شاء الله، بداية ولا أروع ولا أجمل إن شاء الله. نأخذنا فاصل، اسمحونا شيخ، ثم نعاود نسمع أخونا شيخ فارس إن شاء الله الآيات كريمات، ثم نعاود إلى توجيه وتفسير هذه الآيات من جنابكم يا شيخ. أعزائي المشاهدين، نعود إليكم بعد قليل. غير ما فكرة أو غير ما نسقي، والكون صنعة ربي جل خالقه. من غير ما فكرة أو غير ما نسقي. عدنا إليكم أعزائي المشاهدين، وبرنامج تراتيل وتفاسير. قبل الفاصل ما شاء الله تمتعنا بالقول الجميل من الشيخ الفاضل الأستاذ الدكتور فهد الخالدي. شيخ، تسمحون نسمع أخونا شيخ فارس ونعاود إليكم لتفسير وتوجيه الآيات، تفضل يا شيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أماذا كنتم تعملون؟ ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. ألم يروا أن إنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي
أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. صدق الله العظيم. بارك الله فيك، طيب الله الأنفاس على هذه التلاوة الطيبة المباركة. ما شاء الله يا شيخ، صنع الله الذي أتقن كل شيء. سبحانه. آيات كلها إعجاز ما شاء الله، آية أروع من آية ما شاء الله. الكلام لكم يا شيخ، تفضل. الله يحفظكم، جزاكم الله خير يا شيخ فارس على هذه التلاوة. بارك فيك. الملك، وأن أتلو القرآن، أمرنا بتلاوة القرآن، وحين يصدر الأمر من الحق سبحانه وتعالى إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فأمته يعظم عندها الأمر، فالله عز وجل حين يريد أن يعظم أمرا يأمر حبيبه به صلى الله عليه وسلم. وأن أتلو القرآن، أمر الحبيب صلى الله عليه وسلم بتلاوة القرآن، لأن من خاض في بحر القرآن فإنه سيرى من الدرر والجواهر والكوامن ما لا يراها غيرهم. لهذا أهل القرآن لهم أبصار ولهم عيون ليست كعيون سائر الناس، وليس بالمعنى العين الحسية، إنما عيون القلوب التي يريها الله عز وجل من أسرار هذا الكون الشيء العجيب. القرآن الكريم، وأن أتلو القرآن، وحين تأتي لتلاوة القرآن الكريم تجد أنك كلما أقبلت إلى القرآن يظهر لك معنى جديد من معانيه، وسراً يظهر لك سر جديد من أسراره. خذ مثلا على سبيل المثال أيها الشيخ الكريم مصطلح الكلمات المنفردة. الكلمات المنفردة سميه إن شئت علما خاصا. القرآن الكريم 6236 آية، مجموع كلماته 77437 كلمة. الله جل جلاله جعل في كل سورة من سور القرآن كلمات لا تتكرر إلا فيها. سبحان الله، من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الناس كل سورة من سور القرآن فيها كلمات لا تأتي في غيرها. ابتدأ بسورة الفاتحة، سورة الفاتحة إياك نستعين المغضوب، ليست هذه الكلمات في القرآن الكريم كله. سورة البقرة 6117 كلمة، 832 كلمة لم تذكر إلا في البقرة.
832 كلمة من مجموع 6117 كلمة من كلمات سورة البقرة لم تتكرر إلا في سورة البقرة. سيقول قائل إن سورة البقرة كلماتها كثيرة ومن الممكن أن كلماتها لن تتكرر، فما بالكم بالسور القصيرة؟ كذلك حتى السورة القصيرة، أقصر سور القرآن الكوثر، الكوثر لم يرد في القرآن الكريم، لفظة الكوثر إلا في الكوثر. الناس، سورة الناس الخناس لم ترد، الفلق الفلق، الغاسق، النفاثات لم ترد إلا في هذه السورة. قرآن عجيب، كلما قرأته وتقدمت منه خطوة تقدم منك، لهذا الله سبحانه وتعالى سماه الكريم، قرآن كريم، لأنك كلما أقبلت إليه أكرمك. حين تأتي إلى شيخ كريم، إلى سخي، إلى جواد، كلما أقبلت إليه أكرمك. كذلك القرآن، كل خطوة إليه سيقابلها كرم من القرآن لك. لهذا سيذهب معنى هذا إلى معنى من معاني الإعجاز العظيمة في هذا القرآن الكريم. يا شيخنا ولا وسيدنا الشيخ الفارس، الشيخ محمد الغزالي رحمه الله المعاصر، المفكر المعاصر، عنده كلمات في القرآن الكريم عجيبة. وصف القرآن الكريم وصفا رائعا، يقول: القرآن الكريم هو صوت الحق الذي قامت به السماوات والأرض، ومعانيه تلك الأشعة التي تألق فيها الوحي الأعلى، وتعرض لها الأولون والآخرون، واستطاعوا من خلالها أن يعرفوا من أين جاءوا وكيف يحيون وإلى أين يصيرون. القرآن الكريم على الرغم من أنه لم ينزل إلا منذ 14 قرنا، إلا أن معانيه قديمة جديدة، فيها خلاصة كاملة للرسالات الأولى وللنصائح التي بذلت البشرية من فجر وجودها. فالقرآن الكريم ملتقى رائع للحكم البالغة التي طرقت آذان الأمم في شتى العصور، وهو استعراض دقيق للأشفية يا جمع شفاء التي احتاجت إليها الأرض جيلا بعد جيل. هذا هو القرآن الكريم. حين نسمع هذه الكلمات القرآنية العظيمة من هذا الصوت الكريم الطيب، نغوص في عالم الإعجاز، إعجاز القرآن الكريم. ووقف علماؤنا وفي كل عصر يقولون إن فيه إعجازا، لا بل في كل ساعة إن فيه إعجازا. أنواع الإعجاز: الإعجاز التاريخي، والإعجاز الغيبي، والإعجاز التشريعي، والإعجاز العلمي، والإعجاز العددي، والإعجاز التأثيري، وإذا اتسع المجال سنقف عند كل واحدة منها. الإعجاز التاريخي: القرآن الكريم تكلم عن أمور في التاريخ حتى كأن النبي صلى الله عليه وسلم يراها. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب؟ ترى رؤية العين، إلا رؤية القلب، إلا رؤية العلم، إلا رؤية اليقين، إلا أربعة. القرآن الكريم عظيم. الإعجاز التاريخي ذكر لنا الحق سبحانه وتعالى من الأشياء التاريخية التي عجزت الأمم عن تدوينها، أو عجزت الأمم عن الوقوف عليها بصحة، بخبر صحيح يقين. القرآن الكريم تكلم لنا عن فرعون، وأنه وأغرقنا آل فرعون، فغشيهم من اليم ما غشيهم، يعني دخل من اليم فيهم ما دخله، وجاء العلم اليوم ليقول هذا الكلام. جاء النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط، ذهبوا إلى أحبار اليهود، قال: نحن نريد نعجز هذا الرجل، حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فدلونا على علم. فاجتمع أحبار اليهود ثم خرجوا بأسئلة ثلاثة، قالوا: هذه الأسئلة إن أجابها فهو رجل متقول، وإن لم يجبها فهو رجل متقول، وإن أجاب عن بعضها وترك بعضها فهو نبي مرسل. شنو هي الأسئلة؟ قال: سلوه عن فتية خرجوا في الدهر الأول ما كان من أمرهم، وسلوه عن رجل طواف طاف المشارق والمغارب ما كان نبأه، وسلوه عن الروح وما هو، مو ما وهي. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والقصة المشهورة المعروفة، فنزلت سورة الكهف، ونزل بعض سورة الإسراء التي قرأها الشيخ الكريم قبل قليل، وحدثهم القرآن عن ذي القرنين، وحدثهم عن الفتية، أو أما الروح فقل قل الروح من أمر ربي، فهو نبي مرسل صلى الله عليه وسلم. الإعجاز التاريخي ذكر القرآن الكريم من الأحداث التاريخية كنزول آدم عليه السلام إلى الأرض، كسفينة نوح كيف بنيت، حتى طريقة البناء كيف بنيت، تفاصيل التاريخ ذكرها القرآن الكريم. إعجاز تاريخي لا يستطيع أحد أن يحيط بذلك. من الإعجاز، من أنواع الإعجاز، الإعجاز الغيبي، أن الله عز وجل استشرف أحداثا ستقع في قرآنه، فقال: سيقع ذلك الأمر، ووقع. قال تعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم
هو القرآن الكريم يقول السفهاء، يعني هم لو عندهم عقل ما يتكلمون، لأن الله وصفهم بالسفاهة. يعني الله سبحانه يقول سيقول السفهاء، يعني أي واحد راح يتكلم صراحة سفيه سفيه، فتكلموا. وهي مبتدأ الجزء الثاني، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قالوا تكلموا. قال تعالى تبت يدا أبي لهب وتب، حياته في حياته. وهذا موضوع أن هناك لا يتسع المقام لذكره، لكن نعرج عليه مرور الكرام، أن هناك أناسا في حياتهم يغلق سجل الحسنات، نسأل الله العافية، يختم عليهم وهم أحياء، وهناك أناس في حياتهم يختم على سجل السيئات. الله. فالذين يختم على سجل حسناتهم تغلق، يختم عليهم وهم أحياء، منهم أبو لهب، منهم امرأته وامرأته حمالة الحطب، منهم قوم نوح لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، خلاص بس هذولا، ومنهم إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، وهكذا كثير من الأصناف لا يتسع المجال لذكرها. ومن الذين تغلق سجل سيئاتهم في دنياهم من شارك في بدر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم قد غفرت لكم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم 450 دينار قدم سيدنا عثمان جيش العسرة، 5 مرات راح وجاء، ما خاب، جاب 1000 100 جاب 100 جاب 100 جاب 100 جاب 50 450 جمعت. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم في رواية فقلبها وقال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. ثم أن المؤمن في رواية البخاري قال يذنب المؤمن البخاري في الأدب المفرد، يذنب المؤمن ذنبا فيقول يا رب أذنبته ولا يغفر الذنب إلا أنت فاغفره لي، فيقول الله لملائكتي علم عبدي أن له ربا يغفر الذنوب قد غفرتها عبدي، ثم يذنب ثانية فيقول مثل ما قال فيقول الله مثل ما قال، ثم يذنب ثالثة ثم يقول الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنوب قد غفرتها لك عبدي افعل ما شئت قد غفرت لك. المؤمن أنت وأنا والشيخ والمستمعون، فالمؤمنون على خير كثير وعلى قرب كثير من الحق سبحانه وتعالى، من الإعجاز، الإعجاز التاريخي والإعجاز الغيبي، ولعل البقية لبقية. بارك الله بك يا شيخ، عيشتنا عالم ثاني. ما شاء الله ما شاء الله على الشيخ. الله يبارك بكم يا شيخ ويعطيكم من علمي إن شاء الله. تسمحون ناخذ فاصل ثم نعاود الفاصل الأخير، نسمع أخونا شيخ فارس يمتعنا بصوته الجميل إن شاء الله، يتحفنا بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم نعاود إلى فضيلة الشيخ لتكملة الإعجاز القرآني الجميل. أعزائي المشاهدين فاصل ونعاود. غير ما فكرة أو غير ما نسقي، والكون صنعة ربي جل خالقه، من غير ما فكرة أو غير ما نسقي. عدنا إليكم أعزائي المشاهدين وبرنامج تراتيل وتفاسير. ما شاء الله قبل الفاصل الشيخ فهد الخالدي ما شاء الله عيشنا في أبحار القرآن، ما شاء الله عالم ثاني. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعله شاهدا لنا لا شاهدا علينا. شيخ اسمحوا لنا نسمع أخونا شيخ فارس ما تيسر من الذكر الحكيم، ثم نعاود إلى تكملة هذا الكلام الجميل من الإعجاز القرآني. تفضل أخي يعني شيخ فارس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء،
ومن يضلل الله فما له من هاد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون صدق الله العظيم. بارك الله فيك يا شيخ فارس، هاي التلاوة الطيبة نغم الرأس الطيب والبيات يا رب العالمين أن تكون في ميزان حسناتك. اللهم إن شاء الله شيخ، ما شاء الله الآيات، ما شاء الله سورة الزمر، إيه الزمر ما شاء الله آيات كريمات كلها، ولقد صرفنا في هذا القرآن لكل مثل سبحان الله بالإسراء أم نفس الشيء نفس الآية صرفنا للناس في هذا القرآن لكل مثل أيضا. القرآن ما شاء الله سبحان الله. نعم شيخ مثل ما تفضلتم، يعني أنت نتكلم عن أنواع الإعجاز، وهذه الآية أحد الأدلة عليه في أن القرآن فيه من كل مثل لكل شيء سبحان الله. وقال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. أحسن الحديث، الله سبحانه وتعالى أخر نزول القرآن اصطفاء لهذه الأمة به، فلم ينزل القرآن على نبي من الأنبياء ولا رسول من المرسلين، بل أخر تنزيل هذا الكتاب الأحسن لأحسن أمة إكراما لأحسن رسول وهو الحبيب صلى الله عليه وسلم، بأحسن لغة وهي العربية، في أحسن ليلة وهي ليلة القدر سبحان الله العظيم، في أفضل شهر وهو رمضان سبحان الله. أمة مختارة، أمة مرحومة، أمة مصطفاة بهذا القرآن الكريم، والذي يفقه هذا المعنى لن يرفع رأسه من السجود شكرا لله تبارك وتعالى. فلو قضينا عمرنا كله ساجدين له نشكره تعالى على نعمة القرآن الكريم لما وفيناه سبحانه وتعالى.
فحين نتحدث عن تصريف الله للأمثال في القرآن الكريم فإننا نسوق الحديث إلى أنواع الإعجاز، وتكلمنا عن الإعجاز التاريخي والإعجاز الغيبي، وعندنا الإعجاز التشريعي. الإعجاز التشريعي وتلخص بثلاث كلمات: كل حكم حكمة، كل حكم حكمة، في كل حكم حكمة، بكل حكم حكمة، لكل حكم حكمة. وليس هذا الأمر محصورا بالواجبات والمندوبات، بل إني أجزم أن الحكمة موجودة حتى في المباحات التي أباحها الله عز وجل. وخذ على سبيل المثال قوله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. فالله عز وجل وضع حكمته. حل لكم الطيبات. الطيبات، نعم، من الرزق. فكل أمر فرض أو نفل أو مباح فيه حكمة، كما أن في كل نهي علة. الله. فالله عز وجل أخفى حكمه في أحكامه، فلذلك الذين يسيرون على أحكام الله ويتبعون خطى حبيبه صلى الله عليه وسلم يعيشون في كنف الحكمة، تكون حياتهم مستقرة، تكون حياتهم آمنة متصلة بالحق سبحانه وتعالى. الإعجاز التشريعي حتى لا نستعرض جميع الأحكام ونقف عند كل حكم من الأحكام، نلخصها بالقول: كل حكم حكمة. من الصلوات، من المفروضات، ثم إلى المندوبات، ثم المستحبات، ثم المباحات. في زمانه صلى الله عليه وسلم، ولو يتسع المجال للتفصيل في هذا الأمر، بل كل ما أحاط بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الأفضل. يعني حتى من الأمور البيئية، يعني هذا المعنى أدعو أهل البيئة لدراسة هذا الأمر. كل ما أحيط بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الأفضل بالنسبة لبني الإنسان. الطين من أفضل العوازل في الشتاء والصيف، كانت بيوت من طين. النبي صلى الله عليه وسلم تخرج من المسجد جنات، يعني بساتين، وأفضل هواء يأتي يستنشقه الإنسان هو المنبعث من بين الأشجار. أكثر طعام كان موجود في زمانه التمر، من أفضل الأغذية إلى يومنا هذا وإلى قيام الساعة التمر. فكل ما حول حضرة النبي صلى الله عليه وسلم هو الأفضل، هو الأحسن، هو الحكمة فيه، ما فقط الواجبات ولا المندوبات ولا المباحات، بل حتى الأمور البيئية. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. الإعجاز التشريعي. لذلك الذي يطيع الله عز وجل، نحن نقول دائما أطع الله لأن الله أمر، قل الصوم لأن الصيام مليح لك، لا، نحن نقول نصوم لأن الله أمر الصيام. لا تعمل فلان شيء لأن هذا مضر، قل لا، لا تعمله لأن الله نهى عنه. هاي ما لأنه مضر وهذا نافع، هذا نقوله لغير المسلمين حتى يدخلوا في الدين. أما نحن مسلمون حد الإخلاص، حد العبادة الخالصة، لأنه أمر نعبده، لأنه الله سبحانه وتعالى. الإعجاز الغيبي والإعجاز التاريخي والإعجاز التشريعي والإعجاز العددي. والإعجاز العددي فيه كلام، منهم من يؤيده ومنهم من لا يؤيده. وأنا أقول أن الذي يأخذ العدد بهدوء، من غير تعمق، من غير غوص زائد في الضرب والجذور والكسور، فإنه لا بأس به. مثل قوله تعالى، قال تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل من؟ آدم. خلقه من تراب وقال. المثل، مثل عيسى كمثل آدم. الله ذكر آدم 25 مرة وذكر عيسى 25 مرة في القرآن الكريم، حتى مثل في التكرار في عدد الذكر، هذا مناسب، هذا جميل. قال تعالى: ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا. لبثوا آية 12 في سورة الكهف، ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 309. ولبثوا آية 25، ما بين كلمة لبثوا في آية 12 وما بين كلمة لبثوا في آية 25 309 كلمة. إذا عددنا الحرف الجر، حرف العطف الواو، كلمة ما بيها شيء. جميل. سورة نوح لم تتحدث إلا عن رسالة نوح، مبتدأها إن أرسلنا نوحا، يعني مو عن حياته اللي قبله. فالصورة كلها تتحدث عن نوح، عن رسالة نوح، اللي هو إيش قد بقى في قومه؟ 50,000 سنة إلى 50 عام. 950 كلمة في سورة النوح، من إنا إلى آخر. تبارة القرآن، عجيب القرآن، فيه أسرار. قال تعالى في سورة البقرة: فأتوا بسورة من مثله وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. كم سورة؟ واحدة. سورة البقرة ليس قبلها إلا سورة واحدة، سورة الفاتحة واحد. في سورة هود قال تعالى: قل فأتوا بعشر سور مفتريات. كم سورة؟ عشرة. هود تسلسل 11، فليس قبل هود إلا 10 سور. إذن الإعجاز العددي لطيف، لكن الدخول في الجذور، وهذه ضربناها مع هذا والكسر، ما هذا يطلع
تحرير ما اعرف ايش وحدث فلان شيء مبسط الله يعني جميل اها بالضبط جميل الواضح الاعداد الواضحه جميل فالاعجاز العددي ايضا عندنا الاعجاز العلمي وهو اقوى سلاح كان للدعوه في القرن المنصرم وفي هذا القرن اكثر ما استعمل باستقطاب الناس للاسلام هو الاعجاز العلمي في القرن الماضي ثوره الاعجاز العلمي فانبرى الناس وذهب العلماء المسلمين المسلمون وغير المسلمين الى الغوص في اعماق القران الكريم والوقوف عند العلم الحديث الذي اليوم صار علما حديثا وقد سبقهم القران به كثيرا منذ زمن وقال تعالى ولا تعلمون نبأه بعد حين القرآن رواية سيدنا ابن عباس يقول القرآن يفسره الزمان كلما يدور الزمان لهذا قال ولا لا تنقضي عجائبه ولا يخلق على كثرة الرد يخلق يعني يبلى يعني ما يتعب على كثرة الرد الإعجاز العلمي يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث قال ظلمة المشيمة وظلمة البطن وظلمة الليل قيل لا ظلمة المشيمة وظلمة الرحم وظلمة الليل ظلمة البطن جاء من علم الحديث قال إن الجنين محاط بثلاثة أغشية غشاء الأمنيون وغشاء الكوريون وغشاء الساقط غشاء الأمنيون هو الغشاء المباشر لجسم الجنين يحيط الجنين بهذا الغشاء يحيط الجنين يمنع عنه الاصطدامات على بطن الأم مصدر غذاء من الأم إليه يحفظ له درجة حرارة ثابتة تقريبا إذا الأم بردت لحمته وهو مطمئن يعني يهيئ له جوا كاملا غشاء الأمنيون الغشاء الثاني غشاء الكوريون وهو غشاء المشيمة الغشاء الثالث يسمونه غشاء الرحم الغشاء الذي يسقطه الرحم أثناء الولادة العجيب في هذه الأغشية الثلاثة أنها أن الإنسان إذا أدخل يده في الغشاء يكون في عتمة تامة في ظلمات ثلاث فجاء العلم الحديث ليقول في ظلمات ثلاث أن الظلمات هي غشاء الأمنيون وغشاء الكوريون وغشاء الساقط عجيب هذا القرآن الكريم إعجاز التاريخي والإعجاز الغيبي نحن نمر على الأنواع مرورا سريعا الإعجاز التاريخي والإعجاز الغيبي والإعجاز التشريعي والإعجاز العددي والإعجاز العلمي والسادس الإعجاز التأثيري أو الإعجاز التأثري أو الإعجاز النفسي شنو معنات هذا الإعجاز؟ هذا الإعجاز اللطيف وهو أن الإنسان بحكم فطرته لا بحكم لغته يتأثر بسماع القرآن إن فتح أبواب قلبه له كل إنسان إن فتح أبواب قلبه للقرآن سيتأثر به ولو كان غير عربي أبدا جميعا لذلك عبد الباسط لما ذهب رحمه الله القارئ عبد الباسط أبو صمد إلى أمريكا قرأ أكثر من 4 ساعات 155 غير مسلم أسلموا على صوته لا يفقهون من عربية حرفا راح إلى إيطاليا 55 إنسان أسلم على يده على صوته لا يجدون من العربية حرفا القرآن الكريم الإمام الشعراوي رحمه الله يقول القرآن الكريم يسري في النفوس بسر قائله قائله سبحانه وتعالى يقول القرآن الكريم الله يكتب للكلمات أن يسري في النفوس بسر قائله فيخترق كلمات القرآن كالسهام تخترق القلوب التي يأذن الله لها أن تفتح بكلامه سبحانه وتعالى لهذا أختم معكم بهذه الحادثة هي كذا سريعة لكنه عجيبة يوم من الأيام القارئ محمد رفعت رحمه الله كان يقرأ فقرأ قوله تعالى فالتقمه الحوت وهو مليم أحد الحضور أغمي عليه فلما أفاق قال والله رأيت الحوت يلتقم يونس فأغمي عليه تصوير التأثير التأثير هذا الذي أردنا أن نقوله ما شاء الله بارك الله بك يا شيخ على هذه الحلقة المميزة الله يبارك فيك عجائب القرآن لا تنقضي ومستمرة لقيام الساعة نشكركم يا شيخ الأستاذ الدكتور فهد الخالدي على هذه الحلقة المميزة نسأل رب العالمين أن تكون في ميزان حسناتكم يوم القيامة إن شاء الله والشكر موصول أخونا الشيخ فارس الساري لهذه التلاوات الطيبات المباركات نسأل رب العالمين أن يحفظكم وتكون هذه التلاوة في ميزان حسناتكم إن شاء الله وأنتم أعزائي المشاهدين نشكركم على حسن المتابعة نلتقيكم في حلقات قادمة إن شاء الله من برنامج تراتيل وتفاسير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آمنت بالله ربا لا شريك له وذاك منهجي الأسمى ومعتنقي والكون صنعة ربي جل خالقه
لخير.